عليكم خوتي خواتاتي، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. وشكرا اللي دخلوا عندي جداد، وشكرا لكم اللي راكم عندي كاملين. نشكركم بزاف بزاف على التشجيعات ديالكم والتتبع ديالكم. واللي جديده وعاد يلاه شافت القناه ديالي، مرحبا بك في القناه ديال شيماء فلوغ. ان شاء الله تعجبك الفيديو وتديري لايك وتشتركي ان شاء الله. اليوم جيتكم بواحد الغوسيت ديال ان غاتو ديال الكراميل بالشوكولا. هنا غادي ندوزو للمقادير. هنا عندي جوج كيسان ديال الشوكولا بحال الكاس ديال المشروبات ديالكم، مهم ماشي عامر كاع تلفو. فوالا جوج ديال الكيسان ديال الشوكولا اون بودغ، شوكولا بودرة. هادي حلوة ماشي المرة. عندك فاني وخمارة. حنا الملح بطبيعة الحال كنديرو ديك القبصة ديال الملح. هنا عندي كاس ديال اتاي ما عامرش ديال الكراميل، هذا في بلاصه السكر. انا ما غاديش ندير فيها السكر بزاف باش ما تجيش حلوه الكاطو، لان الكراميل حلو، الشوكولا اون بودغ هذيك حلوه. هنا اقتديت انني ندير غير جوجها، شوفوا غير صبع ديال السكر باش ما تجيش الكاطو حلوه، باش ما نكثروش السكر علينا. هنايا كاس ديال الزيت عامر ديال المشروبات، كاس ديال الحليب اوسيتا هو ديال المشروبات عامر ديال الحليب. وهنايا غربلت جوج ديال الكيسان كيما هكا ديال الفرينه، جوج كيسان كيما هكا. فوالا هنا غادي ندوزو المقادير. وعندنا اربعه ديال البيضات، ها هما. هنا غادي ندير لي جون هنايا، الاصفر نديرو هنا والابيض نديرو هنا. غادي نقلع هذا الابيض نديرو هنايا. فوالا فوالا وندير الصفر هنا. فوالا هنايا درنا الاصفر على جهه والبيض على جهه. هنا دابا غادي نفوتو لسميتو، غادي نضربو هاد السكر ديال البيضه، نضربوه مع هاد السكر اللي عندنا ولا فاني. فوالا هنايا غادي نضربو هاد السكر ديال البيض كما راكو تشوفو، نضربوه مزيان مع داك السكر. فوالا نصبوا هذا الكراميل اللي عندنا. انا هذا الكراميل ما يعني ما طيبتوش، انا هذا الكراميل شريت هذه القرعه، هذه القرعه ديال الكراميل زوينه، شريتها في ستوك بريفي. تقدروا تلقاوها في محلات اخرى ولا مي، انا شريتها في ستوك بريفي، شديتها ب 2 يورو. 2 يورو يا البنات، شوفي القرعه تبارك الله قداش فيها الخير والبركه. فوالا غير باش نوري لكم اللي تقدر تصنع الكراميل بيدها تصنعو، يعني ماشي راه لي غوسيت كاين بزاف ديال الكراميل. فوالا نخلطو هاد الشي هكا. فوالا ماتنو نزيدو الكاس ديال الزيت. ونديرو واحد القبيصة ديال الملح. دابا نديرو هاد الحليب ديالنا. وهنا نصبو الشوكولا ديالنا. بعض المرات كنزيد فيه شويه لي فخويسك، ترميو فيه اللوز ولا نوازيت ولا الكركاع اللي تبغيو،
صوص القرقع كيجي زوين بالنكهة تاع الكراميل مع الشوكولا. فوالا دابا نخلطوا الفرينه، نديروا الخمره ديالنا، غادي نصبوا شويه ديال الفرينه. فوالا راها مغربله. فوالا ونديروا عليها هذا الكيس ديال الخماره. نزيدو الفرينه ديالنا كامله، المهم انا خلطت هذا. دابا غادي نجيب هذا، غادي نضربه بالضراب ونرجع لكم. دابا البنات ضربنا البيض نتاع البيض، ها هو كما نقولوا كيخلي لنا توجو هذاك لو بيك هنايا. ودابا غادي نخلطوهم مع الخليط. هنا البنات غادي نخلطو البيض ديال البيض غير هذا، نديرو بكميه هكا، نحاولو ندخلو في هذا الخليط ديالنا كامسا. فوالا نزيدو الكمية اللي باقية. فوالا يدخل مزيان داك الابيض ديال البيض، يدخل مزيان في الكاطو، في العجينه ديالنا مزيان. فوالا دابا نوجدوا المول ديالنا ونرجع لكم. هنايا البنات جبت هاد المول هذا، غادي نقلع شويه من لاباط، ندير حبيبات هكا باش تشوفوا كي غادي يخرجوا هنايا، واللي بقى نديرو في المول. هنا ناخذ غير شويه شويه ونحط في فوالا. فوالا دير غير معلقه معلقه من الحاجه. ودابا اللي بقى لي البنات غادي ندير هنايا في المول ومن بعد نرجع لكم. هنا البنات كما راكم تشوفوا غادي نديرهم في الفران على درجه 180 ونخليهم بوندون 30 مينوت، المهم حتى يطيبوا ونرجع لكم. هنا البنات في هذاك الشيء اللي كيشيت لكم في الصلاديه، يعني انا دابا هنا ما شاطليش بزاف ولكن يكفيني بوغ الوجه ديالي. ملي كيشيت لكم هكا الخليط ديال الكيكه ولا ديروا به ماسك لوجهكم، باسكو فيه الشيكولا مزيانه للوجه، فيه الخماره مزيانه للوجه للتجاعيد، فيه الاشياء الدسمه مثل الحليب مثل الزيت مثل الكراميل عاود بحال العسل، يعني فيه كلشي الفوائد فيه. يعني تقدروا غير هذا كي تكملوا. انا درك دابا ملي درت الكاطو يتب في الفران درت التقشير ديال الوجه بالقهوه اللي شطت لي مسانسيو حليتها، ودرت معها معلقه ديال الفرماج ومعلقه ديال العسل، وفركت بها وجهي مزيان مزيان وخليتها بلا ما نغونجي لا فيسيل ديالي وبلا ما نغسل الماعن ديالي. هذا ما بغيتش نغسلو حتى غسلت وجهي، ودابا غادي نديره لوجهي مزيان، نديره لوجهي بحال البوماد. شوفوا كيجي بحال ان بوماد، غادي نديره لوجهي ونخلي حتى يبس مزيان ومن بعد نغسل وجهي، وغادي تشوفوا النتيجه غير من بعد التقشير ديال القهوه. اليدين والوجه تبارك الله ما شاء الله، وهذا عاود يعني مفيد. هذه اللي بغيت نشر ليها البنات.
انا البنات كما راكو تشوفوا طليت يديا ووجهي، تشوفوا اليدين كي كيكونوا رطبين. انا البنات بعد ما غسلت يديا كما راكو تشوفوا رطب ما شاء الله. وهنا دابا ديري اي كريم عندك، انا عندي هاد الكريم مخدومه بالسكارغو، نولي نزيد نرطب يديا بهاد الكريم، وعاود وجهي كذلك نرطبوا اليدين. ما نبقاوش غير نطيبوا ونساو راسنا، يعني كاين شي حويجات اللي نطيبوا بهم نقدروا من بعد الا شاطنا غير شي حاجه كنقدروا نستعملوها للوجه ديالنا ولا ليدينا. كما الليم، اللي معاود باشاك فوا يشيت لكم مرسو، يبقى لكم مرسو تاع الليم تحكوا به وجهكم ولا يديكم، ولا كنديره سلسنيه السنين. فوالا شوفوا اليدين كيجيو رطب فوالا، وكيبحال اللي كيزيدوا بحال اللي نقولوا كيزيدوا يتفتحوا فوالا. المهم نتمنى ان تكونوا استفدتوا معايا. هنا البنات هذوك الحبيبات طابو كما قلت لكم، هنا بعد نتفخوا ما جاوش محلولين من تحت، وهنايا غادي ندير فيه هكا قسمتهم في النص، هنا ندير وحيدات هكا جوست باش يكون عند كاينه حاجه لداخل كروستيونت فوالا. ندير عليها شويه كراميل فوالا، ندير عليها الاخرى باش تجي باينه فوالا. غادي عاود نفس الشيء، باش تجي هادي هكا باينه في الوسط فوالا مزيان. ومن بعد نرجع لكم في التزيين. هنايا البنات هيا الكيكه وجدت لنا، هنا دابا غادي نديكوريها بالكراميل. نسي ندير في هاد الجناب هكا فوالا، نزيد شويه من هنا نزيد شويه من هنا فوالا. هنايا الكيكه ديالنا زوقناها بالكراميل كما راكم تشوفوا، دابا غادي نزوقها اش ما بغى. فوالا باش داك الكراميل يعاوننا باش الحاجه تلصق هكا. سلام هذا ولدي البنات ولدي جا من الفوت راه يغني كما راكو تسمعوا. صافا تا بيان جوي الوغ تي كي كا غاني ما بغاش باش نهضر ب فوالا. شفتوها كتجي زوينه هكا، ابخي نتوما الاختيار ديالكم اللي بغيتو ديرو، بغيتو تزوقوا باش ما بغيتو زوقوا فوالا. وغادي نجيب هاد الحبات كيما هكا اللي راكو تشوفوا ونحطهم هنايا هكا اكوتي فوالا. اي فوالا ها هو الكيكه ديالنا كما راكو تشوفوا. انا بغيت ندير هادو غير باش نعطيكم اني دي هكا باش تبقاو بغيتو ديروهم هكا ولا ديروها كبيره كما هكا فوالا. انا غادي نخليها تبرد مزيان، وكما قلت لكم انا العشيه ماشيه عند مرت حمايه وغادي نديها معايا. المهم تما نقطع لكم المرسو باش تشوفوا الكاطويه كي جات من الداخل. يلا خليتكم على خير، ونتمنى الوصفه انها تكون عجبتكم وتبارطاجيوها وديروا لايك قبل ما تشوفوا. الله يحفظكم، ديروا لايك. وشنو غادي نقول لكم، نتلقاكم فيديو اخرى ان شاء الله، وشكرا لكم بزاف بزاف. يلا بسلامه عليكم، بسلامه.